يقول السائل: امرأة تدخن، ما حكم الإسلام في هذا؟ وهل يجوز لولدها أن يقاطعها؟ دخان معصية وضار ومحرم، فهو معصية من المعاصي، ويجب على ولدها وعلى إخوانها أن يناصحوها في ترك هذا الدخان، لأنه مضر وخبيث ولا فائدة فيه، لكن لا تجوز مقاطعتها، بل يجب على ولدها أن يبر بها وأن يحسن إليها مع النصيحة ومع الموعظة لها، لعل الله أن يهديها. نعم.